أهلين خوي، الله يعطيك العافية. والله الحمد لله. إن شاء الله بخير. الحمد لله، من الله بخير الحمد وين لله. وين بيتك؟ أنا بيتي بصلاح الدين، بس ساكنة هون عم بيتي حماية هلا حاليا. شو صار بصلاح الدين؟ والله عندي أضرار السادس كثير متضرر، هلا عم بصلحوا لي إن شاء الله، يعني خير شوي وشوي هيك. واحد ما في مثل بيته يعني. طبعا. بس البناية أثنت حماية الحمد لله، يعني ساكنة عند حماية. البناية آمنة. الحمد لا من تحت الحمد لله ما في شيء، بس فوق مو السادس أنا. هيك صار فيني. كم ولد عندك؟ عندي 4 بنات، وصبي مفقود من 2014 وجوزي استشهد في الحرب. يعني الأولاد قد ايه عمرهم؟ بنات 9 وعواش حادي 10 وتنتين مجوزتهم. ايوه تنتين، يعني هلا بيان عندك تنتين؟ تنتين، ايه بنتين. جوزك مستشهد؟ اي والله من ايام الحرب. وابنك مفقود؟ من 2014، وليد حوري، وليد محمد علي حوري، اللي بيعرف عنه شيء قل لي. حسبي الله ونعم الوكيل. اختي 500,000 دعم. الله يرزقك الناس لبعضها. الله يكرمك يا استاذ شادي، الهي ربي. وهي ال 500,000 للبنتين اللي عم يدرسوا لك، الله يكرمك يا رب يرزقك. قول امانه برقبتك سر. اكيد في عن تحب. الله يجعلك، الله يجعلك دائما. الله يكرمك يا رب. تمرني بشي؟ السلام عليكم. كيفكم؟ الحمد لله. شو اخباركم؟ الحمد لله رب العالمين. وين بيتكم؟ حراي. هون نزلتها. كأنه عم بينزل شيء هلا؟ لا لا لا، بس انه هلا جو عشان تدعيم بنايات، يعني جابوا تريلا بحص عشان تدعيم بنايات. هنا طابق بيتكم؟ ثاني. طلعتوا اغراضكم؟ لحقتوا تطلعوا اغراضكم؟ اعطونا مهله اخلاء نص ساعه. كنت برا الحاره، جيت لهون خلال 3 ساعات كنت بالحاره. وبعدين نزلوا البنايه جنبي. ما نزلتوا ولا اغراض؟ ولا شيء نزل معنا. بعدين صار لي اسبوع هلا بالانقاض، عم بحاول قدر الامكان يطلع معي اي شيء. انتوا مين قاعدين بالبيت كنتم؟ انا وامي وابوي واختي واخوي. بسم الله على عمله. وهلا ما طلعتوا شيء ابدا؟ طلع من الانقاض شوي بس، يعني مش من الانقاض مع ترايح كله. هي 500,000 دعم من برنامج الناس لبعضها. شادي. والله يعطيكم الف عافيه، والله يجبر مصيبتكم، لكن المهم الصحه والعافيه. طب ماشي يا اخوي. ماشي ان شاء الله. الله يحميكم حبيبي.